تتواصل لليوم الثاني فعاليات الندوة الوطنية الخاصة بالتجارة الخارجية بقصر الأمم نادية صنوبر بالعاصمة. يلتحق بنا مباشرة من هناك محمد سعدوي، أهلا بك، تفضل، ما الجديد؟ إذن هو اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية، يوم ثاني وأخير ستكون في عمل العديد من الورشات لرؤية عدد من التوصيات تطرح على الحكومة ككل. سيتم قراءة التوصيات مساء اليوم في الجلسة الختامية لرؤية كيفية إنعاش التجارة الخارجية الجزائرية، وكذلك بالأخص رؤية عمل المصدرين وما يعانونه من مشاكل لنرفع قيمة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. وللحديث في الموضوع معنا السيد علي بيناصري، رئيس جمعية المصدرين الجزائريين. سيدي أهلا بك. أهلا سيدي. لا نصدر خارج المحروقات، يمكن أن نقول أننا لا نصدر لأن نسبة ضئيلة وضئيلة جدا بالنسبة لبلد بحجم الجزائر. طيب، هي سبب، نقول بعض الأسباب، ولكن سبب كان معنا إذن أو نتواصل دائما محمد السعدوي مباشرة بقصر الأمم نادي صنوبر. تفضل. حاجة ثانية، السلطات على مستوى السلطات ما عندناش يعني سياسة ولا استراتيجية للدعم وتنشط يعني التصدير على مستوى الشركات الجزائرية. يعني ما هو أهم المشاكل يعاني منها مصدر الجزائري؟ إذا تكلم لو أن الشركة أنشئت للتصدير وللإنتاج في الجزائر لتغطي السوق الوطنية والإنتاج خارج الوطن، ما هي أهم المشاكل يعاني منها مصدر الجزائري؟ طيب، نقولوا كاين مشاكل يعني عويصه، وكاين اولا كاين عقوبات يعني حاليا، يعني نحن طلبنا باش يكون يعني عدم يعني عقبه يعني المصدر على مستوى يعني مثلا كاين قانون، يعني كاين قانون لوردونوس 8622 اللي تعاقب المصدر. هذا الناس خلات الناس تخاف تروح للتصدير. كاين مثلا سيدي كيف تعاقب المصدر؟ طيب، يعني واحد اللي صدر مثلا وما يجيبش يعني يكون عنده يعني سيد ما يخلصوش في الخارج، مثلا يصدر مثلا 10 دولار ولا وما السيد يغش وما يجيبش دراهم، هذا يقدر تعاقبه يعني قوانين يقدروا يعاقبوه يعني بالحبس يعني في هذا الا ما جابهمش. احنا طلبنا باش يكون يعني رؤيه يعني يعيدوا النظره في هذا الباب هذه باش نرجعوا الثقه انسان اللي يصدر، اللي يصدر ولا اللي يجي يصدر. إذا تكلمنا عن أهم التوصيات اللي تخرجوا بها اليوم لطرحوها على الحكومة ككل، لأن اليوم الحكومة في الاستماع للمصدرين الجزائريين. طيب، ما هي أهم التوصيات؟ ماذا تطلبين من الحكومة لتسهيل عملكم؟ أولا نطلبوا يعني نقص البيروقراطية، ما وهي البيروقراطية وراهم العراقيل. العراقيل كاين على ماشي يقولوا عراقيل، بيقولوا الدعم. مثلا واحد اللي حاب يصدر يحتاج مال، المال هذاك يروح مثلا للبنوك، بنوك يحكموا كأنه يستورد، ما كانش فراق بين الانسان اللي يصدر والانسان اللي مستورد. احنا طلبنا باش يكون يعني الناس اللي تروح تصدير تحتاج يعني مال تروح وتلقى مال بدون انتيري. احنا طلبنا باش ما يكونش الانتيري يعني في لي سكولابي دي لين دو فينونسمون سون انتيري من عند الدوله. هذه وحده. طلبنا ثاني باش يعني لا لوجيستيك يعني تكون يعني فيها لوجيستيك تعاون فيها الدوله ثاني. حاليا كاين دعم على مستوى الصندوق يعني تدعيم الصادرات اللي راهو يعاون ب 25%، احنا طلبنا باش هذا المستوى هذا باش يطلع 50%. طلبنا ثاني على مستوى الجمركه باش يكونوا سهولات يعني جمركيه. كاين حاليا يعني اراده من طرف يعني الاداره الجمركيه باش يكون يعني اعانه للمصدر. احنا طلبنا المزيد ويكون يعني خاصه في لاكومبانيومون في الاسواق الخارجيه. حاليا ما كاش لاكومبانيومون، احنا طلبنا باش يكون لاكومبانيومون من عند الدوله باش يدونا للخارج. سيد علي بي، ربما هذه كلها امور تقنيه، اذا تكلمنا على الامور العمليه، مثلا السيد علي ربراب مدير العام لشركه سيفيتال اثار موضوع الامس انه قادر يصدر 1 مليون طن من السكر سنويا، لكن لضعف النقل، ضعف الموانئ الجزائريه لا يمكنه تصدير. هل النقل مثلا يمثل مشكله للمصدرين الجزائريين، خاصه ان الجزائر وبمؤسستها لا توفر الا تغطيه 6% من النقل البحري؟ طيب، هو صح النقل البحري مشكل يعني. واش هو مشكل؟ لماذا؟ لان حنايا دوك رانا نقولوا مثلا رانا قريبه لاوروبا، ولكن الشركات البحريه اللي راهي تجي للجزائر ما عندهاش اهتمام في التصدير.
تجيب السلعه للجزائر كي تروح ليه تقول وطني حاويه يدير لك 10 ايام باش يعطيها لك. ثانيا كاين يعني باش تصدر مثلا فرنسا قادر تجوز على مالطا، يعني صح عدم خط يعني عدم بخيرات يعني نتاع الجزائر هذا يعرقل يعني في الصادرات. واش قال السي اسعد ربراب عنده الحق، لانه هو حاليا راهو يصدر حوالي تقريبا بين 400 و 500 الف طن، والامكانيات يعني على مستوى الميناء محدوده يعني، وكيكونوا وهدايا اللي قالها عنده حق فيها، هو عنده امكانيات، ولكن سيبقى شركه الله يبارك الحمد لله كبيره، اول مصدر يعني خرج محروقات الجزائر، وحنا هو عنده مشاكل تاعو، وحنا عندنا كاين مشاكل ثانيه على مستوى المصدرين الصغار. سيد علي بن ناصر رئيس جمعيه المصدرين الجزائريين، شكرا جزيلا لك. شكرا لا شكرا يا باشا. إذا هذه هي اليوم الثاني من التوصيات، توصيات مثلا المصدرين وتوصيات أخرى كثيرة ستطرح على الحكومة في الجلسة الختامية مساء اليوم. مزيد من التفاصيل نوفيه عليكم في هذه الساعات الأخرى المقبلة إن شاء الله. محمد سعداوي شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة رفقة ضيفك سيد علي بن ناصر بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، شكرا جزيلا لك.